فازت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بالمرحلة الثانية من منحة الصندوق البريطاني الثنائي لتطوير التقنيات الفضائية التابعة لوكالة الفضاء البريطانية، حيث ستعمل الهيئة مع شركائها على تصميم حمولة فضائية تعنى برصد غاز ثاني أكسيد الكربون لتوفير رؤية شاملة ودقيقة لرصد الغاز في مملكة البحرين والخليج العربي. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد إبراهيم العسيري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء. أهلا بك في نشرة الثالثة، ونبدأ، ماذا يمثل لكم فوز مشروعكم من بين 11 مشروعا عالميا؟ طبعا هذا الفوز يعتبر تأكيد على المستوى المتقدم اللي وصلت له الهيئة اليوم، ممثلة بكفاءة البحرينية الشابة، لتحقق بذلك رؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، لجعل البحرين في مصاف الدول الرائدة في قطاع الفضاء، حيث تمكنوا بفضل من الله من إثبات قدراتهم من خلال التنافس مع جامعات ومراكز بحثية ومؤسسات صناعية أوروبية ذات تاريخ طويل في علوم وتقنيات الفضاء، وتحقيقهم لهذا الفوز المشرف. نعم دكتور، لو نتحدث عن أهمية هذا المشروع وما هي أبرز تفاصيل؟ طبعا أهمية هذا المشروع تكمن في جانبين. الجانب الأول يعتبر هو أول مشروع تنفذ الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص البحريني، وهذا يعتبر نقلة نوعية وتحفيزية في ذات الوقت للقطاع الخاص للتفكير في الاستثمار في مجالات العلوم المتقدمة. ثاني نقطة أنه سيسهم في نقل التكنولوجيا بناء حمولات الرصد البيئي لفريق البحرين للفضاء. هذا كله طبعا يتفق مع برنامج عمل الحكومة الموقرة بقيادة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. بالنسبة لأبرز التفاصيل، فيتلخص المشروع في بناء حمولة بحرينية تثبت على قمر صناعي لرصد غاز ثاني أكسيد الكربون في منطقة الخليج العربي بما في ذلك مملكة البحرين، فيوفر بيانات ومعلومات تخدم القطاعات المعنية بالبيئة وكذلك صناع القرار لتحليل التغيرات المناخية ووضع استراتيجيات مستدامة للتخفيف من آثار غاز ثاني أكسيد الكربون الضارة بما يحقق التزامات مملكة البحرين البيئية. نعم الدكتور محمد إبراهيم العسيري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، شكرا جزيلا لك.